السلام عليكم معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل مطبق سمك هذا عندي سمك اسمه لاكس بالسويدي نوع من أنواع السلمون مقطع مثل ما تشوفوا بهرته بكركم وكاري وملح راح أتركه على جهة شوية يبقى بالخلطة وبعدين راح أبدأ أقلي هنا عندي بصل راسين بصل مقطع شرائح وهنا نص كوب كشمش منقوع بمي دافي وعندي ملعقة كبيرة نوم بصرة مطحون وممكن أضيف بعد يعني أستعمل نمو بصرة مطحون وهذا هسا راح أبدأ اقلل السمك هنا خليت له طحين رشيت له على الجهتين بالبداية أنا دا أقلي اللوز ودا اخلي المي الحار مي ساخن حتى اطبخ التمن منقع التمن اني تقريبا كيلو وهاي بديت راح اطبخه وهلأ اثناء اقلي باقي المواد مالت المطبق هذا هسه من شلت اللوز بديت اقلي السمك هذا هسه بعدين راح اقلبه على الوجهين بهالصوره بزيت نباتي طبعا هنا بديت اقلبه ومن يكمل اشيله وابدي اخلي البصل بالدهن مالت السمك هسه اللي سويته نفس الدهن يعني هذا المي ضفت له ملح وضفت له كركم مي هذا الملح مي التمن وهنا طلعت السمك من بعد ما استوى يعني تحمص هنا ضفت بمكانه البصل مقطع شرائح هذا التمن خليته وده يستوي ومن يكمل أصفيه بالمصفي وبعدين أطبق باقي المواد أسوي المطبق يعني هنا ضفت الكشمش بسرعة يعني من بعد ما تحمر البصل مباشرة ضفت الكشمش وضفت النوم بصرة وراح أضيف دارسين رشة دارسين ورشة أو نصف ملعقة أكل سبع بهارات بهالصورة وراح أرفعه من النار بس أخلطه شوية وأشيله مباشرة، اضيف له شوية لوز قسم من اللوز يعني ثلاثة أرباع الكمية اللي عندي اللوز، والباقي أخليه للتزيين بعدين من أقدم الطبق، هذا اللوز وراح أرفعه من النار، هاي هي كمل الحشوة كملت، هسه الرز من بعد أو التمن من بعد ما صفيته بالمصفي. ضفت شوية زيت قليل من زيت النباتي بالقاع مال الجدر وراح اخلي كمية قسم من اقسم التمن الى ثلاث اقسام هذا قسم ضف... خليته بالبداية وراح اخلي السمك هنا بهال التمن افضل اضيف له رشة نوم بصرة كل ما اخلي طبقة اضيف لها رشة نوم بصرة يعني تقريبا نص ملعقة شاي او ملعقه واحده حسب الرغبه هذا يطيف التميز يعني للمطبق يصير طيب حيل يعني ما راح يسوي حامض حيل بس راح ينطي فالطعم طيب هنا خليت السمك وراح اخلي الحشو الحشوه اللي سويناها البصل واللوز والكشمش والبهارات هذا انثره فوقها واخلي طبقه ثانيه من التمن وايضا ارش فوق الطبقه الثانيه من التمن شويه نوم بصره رشه خفيفه واذا ما تعجبكم لا تضيفون بس هي هاي يعني سوي حيل طيب يعني تعطيه تميز هذه الطبقة الثانية وهذا رشيت له شوية نوم بصرة وهسه ضفت السمك الباقي وباقي الحشوة هالصورة راح اغطيه بطبقة ثالثة من الرز أو التمن هاي الطبقة الأخيرة راح أشوي أعدلها ورشلها شوية أعدلها وارشلها شوية لوم بصرة مطحون وأكو ناس يخلون ويا الحشوة معدنوس يثرموه يحمسوه هذا حسب الرغبة يعني انتو شلون تحبوه اذا تحبوه ممكن ماكو مشكلة يعني هنا ضفت نوم بصرة مطحون بهالصورة وراح اتركه يتهدر لمدة نص ساعة الى اربعين دقيقة وبعدين اقدم الطبق هذا تركته اني يعني. طبقته وتركته وهذا هو راح اصبه بالطبق بهذا الطبق شوفوا شلون متهدر وطعمه حيل طيب ان شاء الله تجربوه وشوفوا هذا طبق سمك عراقي هذا هو هذا هذا الشكل النهائي مالته هاي قطع السمك هذا الشكل النهائي وجربوه الف عافية